يلا جاوك برشا جوابات وهذا البوستاجي. رمزي هل تعلم؟ سمير مبيك عسكري بارك الله عليك سمير، والله بالحق انا يعجبني الفن نتاعك، فنان كبير خويا. هذايا جاك جواب من عند فان من عندك علي لواج، عندي ابونمون في البياج مصر بي تونس. سمير لوسيف، انت قبل كي كنت زوالي غنيت بنت الحي، وتوا تبارك الله وليت لاباس عليك، نجمو نسمعوا بنت الله؟ ديما منطقه شعبيه. ديما منطقه شعبيه. هذايا جواب من عند محمود باشا معروف بالبشاشه، نهج القاهره تونس. سمير انت ما شاركتش في عرض النوبه، يا اخي نجح، زعما الديفو منين؟ باللي عايش. اوكي هذه من عند سؤالك هذا ولا سؤال السيد؟ اي سؤال سي محمود. هذه من عند فان زاد واحد اخر مختار عماره، ديما راقد في الاداره، الدوزيام ايتاج بيرو عدد ثلاثه. الجواب خويا يقول سمير لوسيف تلمو غنيت فيها روسات وحنن، كي طلعت على ركح كرتاج قلت وين ام السلطان؟ استاذ بحنن. هذه من عند سمير الخرنان مقاطع البنان حي المرشي سبيطله. سمير انت قلت اللي حبوبك يسمع صوتي حل خزانته وقال اختار السوريه اللي تحبها، هل عجبوا صوتك ولا سخفوا حالك؟ لا ذاك نتوجه له خويا بكل احترامي، فهمتني اللي هو في حفله ديك اول حفله خدمتها انا في حي زيتين. معناتها وقتها ماكش معروف. وقتها في الدبي نتاعي فهمتني هاي. مشيت فهمتني وبارك الله فيه، وذاك قيمه ثابته ويبقى ديما هرم الفن الشعبي. كل احترامي لنفسي. هذايا من عند جمال البردان، في الشتاء نمشي للسودان، دار السودان. ايوا صحيح من السودان. سمير لوسيف مشى البوسطة قالوا له لازمك نمرو، غنى لهم بنت الحي يا مخياني تاكوي. صح الاخير الاخير هذايا من عند مدير ملفي مدمن خبز بالتاي. دونك الجواب يقول ايوا هذا يحبك زاد، قال لك سمير لوسيف بالك اللي انت فنان كبير بين ربي. لا لا يقصد في العمر مش بالك حاجه اخرى. ميرسي رمزي. رمزي رمزي انت كون جيك مش طويل، ما هو الجمعه جاي سعدي في بلاستك. ها كيفاش؟ انا مش نوخر عليه بالجولف سعدي نقتلو. نقول لكم كيفاش؟ يعطيك الصحه. تونسي.